المنتخب اللي كيكون المشاركه ديالو ضعيفه كيعاملوه واحد المعامله ناقصه، حنا العكس، الكل كان كيحترمنا وكانوا كيلتقطوا الصور مع اللاعبين ديالنا. وعاد قال لهم واحد الكلمه اللي المغاربه راه قاموا عملوا مسيره الخضراء ونجحت بامتياز، بغيتكم تعملوا مسيره الخضراء في هذا كاس العالم. قال لهم انا متخوف من منتخب واحد اللي غيكون هو منتخب مفاجاه ديال كاس العالم، هو المنتخب المغربي. والمخطط ديالنا ما خصناش نبقاو نقولوا خصنا نتاهلوا، لان دابا حنا ابطال افريقيا لابد خصنا هذيك ما نتكلموش عليها، خصنا نديو اللقب ديالنا، حافظوا على اللقب ديالنا، باش حنا الطموح ديالنا كان ابعد من 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 هذا، ولكن هذه هي كره القدم. اولا كنشكركم على الاهتمام ديالكم بهذه اللعبه، صراحه حنا فاجاتونا لان هذه المشاركه الثالثه ديالنا، ما عمرها تحظينا بهذا الدعم هذا وبهذه التشجيعات من جميع المغاربه، لا داخل المغرب خارج المغرب، كل شيء كان كيشجعنا، كنا كنتوصلوا واحد العدد كبير ديال التهنئات وديال التشجيعات، هي اللي عطتنا واحد القوة وواحد المسؤولية اللي كانوا الوليدات الشغل الشاغل ديالهم هو يفرحوا هذا الجمهور الكبير اللي تعاطف معنا وشجعنا بطريقة اللي فاجأتنا. وحنا المشاركة ديالنا الحمد لله حنا كنا واثقين في راسنا، لأن ما بقاش عندنا فين نتخباو، لأن حنا أبطال إفريقيا جوج المرات وأبطال العرب، لهذا ما يمكنناش نمشيو باش نسجلوا على المشاركه ونجيو، حنا مشينا باش نفرضوا راسنا ونكونوا مع الكبار. والحمد لله بحال اللي لاحظتوا بان الكلاسمو ديال الناس اللي تاهلوا للربع، اولا الاول عالميا هي اسبانيا، ثانيا برازيل، الارجنتين الثالثه، روسيا الرابعه، الخامسه البرتغال، السادسه كانوا المهم السبعه الاوائل اللي كانوا متكلاسين هما اللي تاهلوا معاهم المغرب هنا. بعد الحمد لله الخطوه كانت جد ايجابيه بالشهاده ديال الجميع، الحضور التقنيين ديال الفيفا اللي كانوا متواجدين اللي كانوا كيتكلموا على المغرب بواحد الطريقه رائعه، وعلى القدرات والطريقه ديال اللعب والمسائل التقنيه ديال اللاعبين اللي كيتميزوا بها. هذا ما كيزيدنا الا فخر وهزيمه وقوه باش نزيدوا نشتغلوا. كما لاحظ الجميع متتبعي الكرام راه ما كانتش مقابله سهله مع المنتخب البرازيلي، ولكن الحمد لله عرفنا كيفاش نجيريوها. واخا الهزيمه ما كانت قاسيه بالنسبه لينا حنايا اللي كنا متواجدين في عين المكان، اللي كان الطموح ديالنا كان عندنا باش نمشيو ابعد نقطه، لما لا كنا نبقاو في نار. ولكن كره القدم هي هذه، ما ساعدناش الحظ في ذيك المقابله هذه، ولكن على العموم كانت المشاركه جد مشرفه. هو سر النجاح ديالنا هو الاستمراريه ديال الاطار الوطني السي هشام دقيق على راس المنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه، اللي بدا كيعرف الصغيره والكبيره في هذه اللعبه هذه، بالاعتراف ديال الخبراء عالميين داخل هذه اللعبه هذه، وحصل على واحد العدد كبير ديال الشواهد، وهو مؤطر ماشي غير داخل الوطن المغربي، على الصعيد الافريقي هو المؤطر اللي كيأثر لجميع المدربين كيتخرجوا على يده، وصبحت عنده واحد الفلسفه ديالو الحفاظ على العناصر. كاين العناصر اللي شاركوا معنا دابا ثلاثه ديال كؤوس العالم، ماشي سهله باش بداو معنا صغار، الحمد لله دابا هما اللي رجعوا هما اللي كيقودوا المنتخب الوطني المغربي. كاين اللي عنده جوج ديال كؤوس العالم، كاين اللي عاد بعض اللاعبين اللي عاد انضموا ولكن برزوا بواحد الشكل كبير. عده عوامل تغيرت هي اللي خلتنا باش نفرضوا راسنا. الحمد لله التواصل ديالو ديما، وكيجي يحضر المقابلات ديال التدريب مع المنتخب الوطني في الصوت محمد السادس ديال المعموره، ديما قريب ماشي غير فوتبول صالون، جميع المنتخبات، لانه هو اللي كيشغل رئيس اللجنه ديال المنتخبات. والحمد لله ملي كنا في ليتوانيا كذلك ديما كيتصل بيا وكنجوزوا اللاعبين عبر الواتساب باش يتكلم معاهم كاملين، كيتكلم كيوصل له الشكر ديالو والدعم ديالو، وهذا كان كيزيدنا الا فخر، لان حنا قبل كنا كنلعبوا بحال اللي قلت، ما كان حتى واحد كيسول فينا، كنا في تايلاند حتى واحد ما كان كيسول فينا، كنطلعوا باش نسجلوا المشاركه ديالنا ونجيو. دابا العكس، دابا تقلبت الحمد لله، كاين واحد الدعم، كاين واحد استمراريه في العمل، وهذا هو اللي خلانا. وعاد قبل ما نمشيو حنا توجهوا لليتوانيا، راه كان الاجتماع مع الاطار التقني واللاعبين، وقال لهم الحمد لله انتم اسياد العرب، اسياد افريقيا، دابا خصنا العالميه. وهاد الوليدات خداو هاد العالميه بعين الاعتبار وحسوا بالكلمه ديال السيد الرئيس، وعاد قال لهم واحد الكلمه اللي هي المغاربه راه قاموا عملوا مسيره الخضراء ونجحت بامتياز، بغيتكم تعملوا مسيره الخضراء في هذا كاس العالم. والحمد لله عملوا كل ما في جهدهم، وخرجنا الحمد لله الراس ديالنا مرفوع
واخا كان الطموح ديالنا كثر ابعد من كذا، ولكن كره القدم هي هذه. لا ما نساوش حتى المدرب المنتخب البرتغيزي، لان المدرب المنتخب البرتغيزي قبل ما تبدا كاس العالم عملوا معاه استجواب على المجموعه ديالنا، قال لهم انا متخوف منتخب واحد اللي غيكون هو منتخب مفاجاه ديال كاس العالم، هو المنتخب المغربي، لان كان سبق له لعب معنا في لعبنا معه واحد الماتش اميكال في البرتغال، كنا خرجنا بالتعادل 2-2 معاهم، كنا منتصرين حتى الثواني الاخيره عاد تعادلوا لنا، وعرف القيمه ديالنا، وهذاك راه خبير في كره القدم داخل القاعه. ومنين لعبنا معاه قال لهم انا كنزيد نزكي الكلام ديالي اللي قلت في الاول، وتبارك الله هضر فينا مزيان بزاف، لا هو لا ريكاردينيو احسن لاعب في العالم حتى هو هضر فينا مزيان، والدليل هو الدخول ديالو لمستودع الملاعب واحتفل معنا وكيبغي، وجوج العناصر ديالنا اللي كيلعبوا معاه في نفس الفريق في فرنسا اللي حرزوا على بطولات فرنسا، كذلك المدرب ديال المنتخب البرازيلي اللي عمل تصريحات كبيره وكبيره بزاف في حقنا، اللاعبين ديال المنتخب البرازيلي كذلك حتى هما صرحوا، والمعامله ديالهم كانت داخل الفندق اللي كنا حنا كنتواجدوا كمنتخب مغربي وهما كمنتخب برازيلي ومنتخب برتغيزي، كانت معاملات الحمد لله كانوا كيحترموا اللاعبين ديالنا. ربما في المنتخب اللي كيكون المشاركه ديالو ضعيفه كيعاملوه واحد المعامله ناقصه، حنا العكس الكل كان كيحترمنا وكانوا كيلتقطوا الصور مع اللاعبين ديالنا. الخطط المستقبليه ديالنا هي اول حاجه غادي نبداو نوسعوا القاعده داخل البطوله الوطنيه، لا في البطوله البريمير ديفيزيون ولا في الدوزيام ديفيزيون ولا داخل العصاب، لان حنا كما كتعرف باقي ما عندنا شي بطوله فئه صغرى، وبلا فئه صغرى ربما غادي ما نبقاوش شابرين في هذا المستوى هذه، لان اللاعبين اللي مشاو صعيب باش تخلفهم، لهذا حنا لجانا باش نعملوا بطوله ديال جميع الفئات الصغرى، غتكون شرط على جميع الفرق اللي كيمارسوا هذه الكره هذه، الشرط ديال الجميع الا باش يشاركوا حتى بالفئات الصغرى، نبداو داخل العصاب من بعد ابطال العصاب نجمعوهم في واحد المدينه ونحدوا البطل ديال المغرب. والمخطط ديالنا ما خصناش نبقاو نقولوا خصنا نتأهلوا، لان دابا حنا ابطال افريقيا لابد خصنا هذيك ما نتكلموش عليها، خصنا نديو اللقب ديالنا، حافظوا على اللقب ديالنا هذا هو، وكذلك نحافظوا على اللقب ديال كاس العرب، وكذلك مشاركه كاس العالم الزاميه صبحت، ما بقاتش خصنا نتقاتلوا باش نلعبوا، لان هذا الشيء دابا صبحنا وصلنا للعالميه، خصنا نحافظوا على هذاك الشيء هذاك، وخصنا نزيدوا القدام هذا الموسم هذا جوزنا الربع، الموسم اللي ما جاي خصنا نزيدوا نلعبوا على اللقب ان شاء الله، لان الطموح ديالنا ما توقفش هنا وصافي، راه الفرحه ماشي احنا بالنسبه لنا حنايا اللي كنا متواجدين الفرحه ما كملتش. واخا الشعب المغربي فرح بينا وهادي، ولكن حنايا الفرحه ديالنا ما كملش، حنا الطموح ديالنا كان ابعد من من من, من هيدا، ولكن هذه هي كره القدم. الحمد لله هادشي غيزيدنا باش نشتغلوا ونزيدوا نطوروا راسنا، باش هذا الجمهور هذا لا داخل المغرب ولا خارج المغرب كيستاهل كل خير، الحمد لله، لان بينوا على الروح الوطنيه ديالهم وعلى التشجيعات ديالهم اللي كانت لها مشروطه، كيزيدنا الا باش نشتغلوا ونزيدوا نقدموا لهم احسن. يزيدوا يشتغلوا ويزيدوا يخدموا، لان باقي عندهم ما يعطيو بالشهاده ديال الجميع، ويبقاو على ذوك الصوره هذيك، على الاخلاق العاليه ديالهم، على الانضباط ديالهم بشهاده جميع المسؤولين ديال الفيفا. المنتخب الوحيد الحمد لله اللي نهار يي ونهار لا كنعملوا التحاليل ولو اصابه، الحمد لله ربي حفظنا منها، هذا كيرجع الانضباط، وما كاينش ذوك الانفلاتات، الوليدات زعما يجي الليل يخرجوا خصهم، لا والو الحمد لله، التعليمات ديال المدرب خصهم يبقاو شابرين في ذاك الانضباط هذاك، في ذاك الاخلاق العاليه ديالهم، ويستمروا في التدريب ديالهم، ويحترموا الفرق ديالهم، ويحترموا الجمهور ديالهم، وهذا الشيء معروف عليهم، وحنا باقيين عوالين عليهم ان شاء الله باش يستافدوا منهم الجيل اللي صاعد، كذلك الجمهور الوطني، الجمهور المغربي الحمد لله اللي بين على الحب ديالهم هذه اللعبه هذه، كنشكرهم جزيل الشكر على الدعم اللي دعمونا لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، خصوصا الجاليه البلجيكيه اللي كانت كتتصل بنا باستمرار وكتوقف معنا على الصغيره والكبيره، كنا كنوصلوا ديك الاوديوات ولا التسجيلات ديالهم اللاعبين، ديك اللاعبين كيفتخروا بداك الشيء اللي كانوا كيوصلوا له، لهذا كيخصنا نشكروهم ونقدموا لهم التحيه ديالنا من هذا المنبر هذا، ونتمناوا الله باش يزيدوا السلطات هي اللي كيخصها تجي تشجع هذه اللعبه هذه اللي صبحت كتمثل المغرب احسن تمثيل، لان راه باقا السلطات ما كتفاعلش مع هاد رؤساء الفرق، لان الدعم ما كيتوصلوش به، الدعم ضعيف وضعيف بزاف، ماشي في الطموحات ديال النتائج اللي كيحقق المنتخب الوطني، لان الجامعه بوحديتها ما يمكنلاش باش تستمر، ديما هي اللي كتدعم هاد الفرق، كيخص ينخرطوا معنا مجالس المنتخبات بما فيهم الجهه، الجماعات الحضريه، مجالس العماله، هذا الشيء كامل خصو ينخرط، ولا لي سبونسور كذلك الشركات خصهم حتى هما ينخرطوا معنا باش نزيدوا القدام ونزيدوا نحققوا نتائج ايجابيه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ليصلكم كل جديد.